بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمشاهدينا ومتابعينا من كل حتة في مصر في برنامجكم صوت من مصر، الموسم الأول والحلقة الأولى من البرنامج. برنامج صوت من مصر هو برنامج الغرض منه أنه بيسلط الضوء على كل مشاكل المواطن المصري في كل حتة في مصر. بنحاول نعرضها على قناتنا هنا وشاشتنا شاشة HBC، وبنحاول بنكون حلقة الوصل ما بين المسؤولين وبين المواطن المصري لإيجاد حل لهذه المشاكل. النهاردة معانا ملف يعني بيهم مجموعة كبيرة جدا من المواطنين من سكان منطقة المعادي، وهم بيتملكوا بعض الوحدات في منطقة المعادي. طبعا الوحدات ديت هم يعني تتبع الشركة القابضة للتشغيل والتعمير، ويعني المفروض ان هم كانوا تسلموا الوحدات دي من فتره كبيره شويه. الشركه تاخرت في التسليم، حصل مشاكل في بعض الوحدات ما انتهتش بالصوره المطلوبه، فكان لزاما علينا ان احنا نوصل صوتهم من خلال شاشتنا على HBC وبرنامج صوت من مصر. معانا ضيوف النهارده الاستاذ ابراهيم حسين. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. معانا استاذ احمد فاضل. اهلا محمد. اهلا محمد. ومعانا الدكتور هاني. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا محمد، منورين البرنامج. ربنا يكرمك. استاذ ابراهيم، احنا عايزين بس نعرف بالنسبه للوحدات اللي انتم اشتريتوها في منطقه المعادي من احدى الشركات التابعه لشركه قابضه للتشغيل والتعمير، المفروض ان المشروع دوت كان المفروض ان هو يتسلم في 2018 على ما اعتقد، صح كده؟ لا، ميعاد التسليم كان 2021. هو كان التعاقد في 2018. التعاقد في 2018 وميعاد التسليم كان 2021. بالظبط كده يا فندم. طيب حضرتك موجود دلوقتي ومتواجد يعني؟ متواجد، والمشكله عندنا اصبحت مش تاخير التسليم بس، اصبحت عندنا ان بقى في تهالك للابراج من قبل ما تسكن. تسريب للميه على مدار اليوم، في خلال سنه بنناقش يا جماعه الميه، خزانات بتتكسر وبتتلف عشان خاطر اسباب مش فاهمينها. تمام. خزانات تكلفتها غاليه. تمام. الحاجات دي كلها طبعا معطله المشروع ككل. مشاكل في المصاعد ما ركبتش، مشاكل في الطرق، مشاكل في المداخل والمخارج. المياه لما بتنقط على سلوك الكهرباء، يعني الموضوع بقى خطر عام. حيطان الاسانسيرات مفتوحه، الاطفال الصغيره اللي معانا طالعه ونازله. بس احمد، يعني الوحدات مش جاهزه للحياه او المعيشه يعني، بمعنى صح كده؟ بعد ميعاد التسليم بثلاث سنين. المفروض ان انتوا كنتوا تسلموه في 2021. تمام. طيب استاذ احمد، المشروع دوت على حد معلوماتنا ان هو عباره عن 41 عماره سكنيه. تمام كده. المرحله الاولى منهم 23 عماره يتسلموا على ثلاث سنوات زي ما استاذ ابراهيم قال. يعني المفروض التسليم كان يكون في 2021. هل التسليم بالفعل تم ولا لكل الوحدات اللي بيقول عليه الاستاذ ابراهيم، ولا في بعض الوحدات فعلا تم استلامها بالشكل المطلوب؟ هي الفكره ان الابراج قائمه. تمام. الابراج قائمه، واللي عايز يستلم ممكن يستلم، بس اللي هيستلم ده هيستلم ايه؟ هيستلم برج ما فيهوش اسانسير، ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش ميه. تمام. ما فيش امن في المكان. اللي اشترى في المكان دوت اشترى على انه هو كمباوند، يعني الاول الشركه، هو المشروع في زهراء المعادي، الشركه اللي كانت بتبيع كان جايبه شركه تاني بتسوق. تمام. الشركه اللي كانت بتسوق دي كانت بتسوق المشروع على انه كمباوند، وطبعا كمباوند متكامل الخدمات، سور وبوابات وحراسه وامن وكذا وكذا وكذا. طبعا الكلام ده كله ما فيش حاجه موجوده. ده طبعا الشركه اعلنت عنه قبل ما حضراتكم. طبعا هي الشركه المنفذه للمشروع كان جايبه شركه بتسوق. تمام. سين شركه بتسوق. الشركه. تمام. اللي بتسوق دي كانت بتسوق المشروع بناء على ايه؟ بناء على يا جماعه اللي هيروح اللي رايح الشركه عشان يسال مثلا عشان يشتري شقه، فانت دلوقتي عندك ده كمباوند، وعندك هيبقى طبعا الكمباوند طبيعي بيبقى ليه سور. تمام. وهيبقى ليه بوابات، وهيبقى ليه امن، وهيبقى كاميرات مراقبه بنفس الطريقه اللي بيقول عليها الاستاذ ابراهيم. بالظبط. ما انا هقول لحضرتك، هو فعلا في ابراج قائمه دلوقتي، واللي عايز يستلم يستلم، بدليل ان احنا استلمنا وقاعدين. بس اللي هيستلم ده في مقاومات الحياه موجوده؟ مفيش حاجه موجوده. تمام. فزي ما بنقول الشركه اللي كانت بتسوق للمشروع كانت بتسوقه ان هو ان ده كمباوند متكامل الخدمات، هيبقى فيه بوابات الكترونيه، هيبقى فيه امن، هيبقى فيه حراسه، هيبقى فيه لاندسكيب، هيبقى فيه يعني زي ما بنقول يعني ايه، حاجه كده فوق الخيال يعني. تمام. طبعا الناس اشترت. طيب دلوقتي اللي عايز يستلم الشقه بتاعته ممكن يروح يستلمها، بس هيستلم شقه البرج نفسه ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش ميه، او الكهرباء اللي موجوده حاجه كده مؤقته، يعني الشغل عليها ممكن الاجهزه تضرب، الثلاجه تضرب،
شاشه تضرب البورده يعني من الكهرباء بتيجي وبتروح، فاللي عايز يستلم هيستلم، بس ما فيش اسانسير، ما فيش كهرباء، ما فيش ميه، يعني كلها حاجات مؤقته. الوحدات غير كامله الخدمات. بالظبط، الوحدات غير كامله الخدمات. يعني الكلام ده بينطبق على كل الوحدات اللي تم تسليمها. ما فيش، ما هو ما فيش عندنا، ما فيش عماره فيها 18 عماره، 18 عماره ما فيش شقه راكب فيها عداد كهرباء لغايه دلوقتي. يعني ما فيش شقه راكب فيها عداد كهرباء لغايه دلوقتي. حتى الاسانسيرات، في بعض الاسانسيرات، بعض الابراج فيها اسانسيرات راكبه مش شغاله. طب احنا معانا بعض الصور يا جماعه كده لو سمحتم، ممكن نعرضها على الشاشه لو سمحتم، لبعض الوحدات اللي بيقول عليها الاستاذ ابراهيم والاستاذ احمد. استاذ دكتور هاني، اهلا وسهلا بحضرتك طبعا، نورتنا. اهلا بيك. طبعا دكتور هاني، ما حاولتوش تتواصلوا مع المسؤولين لحل المشاكل ديت؟ لا، تواصلنا. احنا من 2021 تقريبا بنعمل اجتماعات مع مجلس اداره الشركه. تمام. وبناخد وعود، كل مره بناخد وعود بناخد جدول زمني، احنا هننفذ في خلال 3 شهور، هنخلص لكم ان شاء الله خلال 3 شهور. تمام. بيعدوا ال 3 شهور بناخد بنعمل اجتماع تاني، بناخد ميعاد تاني. بناخد معاد تاني بعدين ما فيش حاجه بتتنفذ. يعني احنا دلوقتي احنا جايين هنا عشان نناشد رئيس الشركه القابضه. احنا معانا يا جماعه بعض الصور اهي على الشاشه، يعني اثباتا للكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم والكلام الاستاذ احمد. ادي بعض الوحدات اللي تم تسليمها للملاك. طبعا هنلاقي في ميه بترشح، في خزانات مكسوره، في يعني مداخل المصاعد حتى الان لم تؤمن بالشكل الكافي. ويا ريت يعني احنا في اطفال وفي ناس وفي ارواح، يعني احفظها الارواح، يعني يا ريت. ان شاء الله احنا هنتواصل مع المسؤولين طبعا ونحاول نشوف حل. اتفضل دكتور. تمام. احنا اجتمعنا معاهم كذا مره، وكانت مشاكلنا ان احنا ما فيش بنود التسليم اللي موجوده في العقد. يعني الشركة تقريبا أخلت بأغلب بنود التسليم. احنا المفروض نستلم بطرق. طيب زي ايه كده دكتور هاني، ممكن حضرتك تشرح لي؟ أول حاجة الطرق، يعني مفيش طريق ممهد لحد دلوقتي. تمام. المشروع على مساحة 28 فدان 41 عمارة، على مدخل واحد ما اشتغلش لحد دلوقتي، يعني مفيش مدخل للمشروع. تمام. احنا بنطالب بمدخل تاني. المشروع عبارة عن 41 عمارة ومول ومدرسة ومستشفى ومسجد، كل ده كثافة يعني حوالي 1500 وحدة سكنية. تمام. كل ده كثافة طبعا عالية، والمدخل الواحد مش هيستوعب طبعا. ده غير ان احنا مفيش اي التزام. ابسط حاجة المصاعد. تمام. يعني النهاردة في ناس شارية شقة من 2018 ما طلعتش شافت شقتها. تمام. ما اي حد عنده مرض ما او حد سنه كبير او كذا مش عارف يشوف شقته، عشان هل حضرتك تتخيل مفيش مصاعد؟ تمام. شركه الشركه اللي احنا شارين منها يعني روتين رهيب في موضوع المصاعد. يعني احنا طالبنا بتركيب المصاعد، فقالوا ان الشركه اللي هتركب المصاعد متعثره او حصل تغيير في الاسعار وفرق الدولار وبتاع، فهنفسخ التعاقد معاها. طبعا يعني انتوا طبعا متعاقدين طبعا قبل الجائحه بتاعت كورونا. بالظبط، صح كده. فقعد موضوع ان احنا جاري فسخ التعاقد مع الشركه ده سنه كامله. تمام. تمام. بعدين بقى عايزين شركه جديده، فقعد موضوع يعني ان احنا عايزين شركه جديده ونعمل مناقصه وبتاع 6 شهور. فانت تمام. سنه ونص في روتين في ورقه، انت بتفسخ عقد وبتعمل عقد يعني جديد. خلال سنه ونص مفيش جديد، مفيش جديد خالص لحد النهارده. استاذ ابراهيم، بالنسبه للوحدات اللي هي حضراتكم عايشين فيها دلوقتي، مشكله الميه عندكم ايه هي المشكله بالظبط؟ المشكلة بنوفر تمن عوامة مثلا عشان خاطر ما تتسرقش، فمش هنركبها غير لما نيجي نسلم البرج، فالمية هتغرق البرج كله. الخزان يهلك عشان خاطر ما بيتحطش فيه مية، في خزانات كتير اتهلكت فوق. يعني معنى كده الخزانات راكبة من غير عوامات؟ راكبة من غير عوامات. المية تشتغل تفتح تغرق الدنيا لأي سبب إن كان، أي حد فتح أي حنفية من تحت. طيب. عايز اقول لحضرتك معلومه، في ابراج عندنا ميعاد تسليمها 3/2024 لسه ما تمش انشاء لحد دلوقتي. دي بقى النقطه اللي هنتكلم فيها. طبعا احنا دورنا من خلال برنامج صوت عمال مصر على قناه اتش بي سي، احنا تواصلنا مع رئيس الشركه القابضه للتشغيل والتعمير وعرضنا عليه كل المشاكل اللي حضراتكم بتقولها ديت. فهو بعت رد بيقول والله يا جماعه احنا فعلا عندي بعض المعوقات، وانا مش بنكر كده، وفي 1 2 3 عندي. يعني مثلا انا زي ما حضرتك قلت، هو اول حاجه قال ان المشروع ده توقف لفتره طويله جدا، تقترب من العام ونص. الكلام ده حقيقي؟
في على البيدجات بتاعتهم من الشركة نفسها فيديوهات ولينكات بتقول ان هم كانوا شغالين الفيديوهات دي على مدار 2019 و2020 و2021 يعني صور لايف، هم كانوا شغالين صور لايف من المشروع لشركة التسويق اللي كانت شغالة معاهم وللشركة نفسها على البيدج بتاعت صفحة الشركة نفسها. يعني كانوا شغالين ايام جاحد، كان في شغل وكانوا شغالين، شركات القطاع الاعمال العام كانت شغاله. والدليل على كده ان في مشاريع تانية لنفس الشركه خلصت وتسلمت واسعارها بقت في حته تانية عكس شركتنا. طبعا طبعا سعر الصرف زود على كده حضرتك، احنا الدفعات بندفعها بصفه مستمره، مفيش تاخير في دفعات، ولو حد اتعثر واتاخر بينزل عليها غرامه. يعني انا بترفع عليه قضيه، وبترفع عليه قضيه وممكن تسحب وحده، في حين ان انا اللي بدفع الضريبه عن تاخيره هو بياخد مني الاقساط ما بيدينيش مقابل. طب ده بالنسبه للناس اللي استلمت الوحدات صح كده؟ طب ما في بعض الملاك لسه ما استلموش وحدات، يعني ايه اللي المتبع او ايه اللي تم معاهم بالظبط؟ شغالين متضررين ومش قادرين ينقلوا وبيدفعوا في الدفعات بتاعتهم، ولو تعثروا بيدفع عليهم غرامات، ومتضامنين معانا وموجودين معانا وبعضهم ممكن يدخل في مداخلات معانا. طب هل بالفعل الشركه عرضت عليهم وحدات تبادليه غير اللي هم تعاقدوا عليها فعلا؟ لحد اخر اجتماع ما سمعناش الكلام اللي حضرتك قلته لنا ان هو في بعض الناس عرضوا عليها الاستبدال، ولكن بطريقه استغلاليه شويه، بمعنى ان انت بمعنى ان انت ممكن تكون عندك وحده في دور مميز بمساحه معينه انت مش عايز مساحه اكبر منها، هو بيعرض عليك مساحه اكبر وبيدفعك فرق السعر المتر بسعر النهارده مش بالسعر الافتتاحي اللي احنا اشترينا بيه. يعني مش بسعر التعاقد اللي انت عقدت عليه. لا، بيدفعني بسعر النهارده وكاش، تمام؟ بمعنى مثلا لو وحده زادت عن وحده 50 متر في سعر المتر دلوقتي فتقريبا هتدخل في 2 مليون جنيه فرق، وهو عايزهم كاش، فده كده هو بيعاقب العميل بتاع الشركه مش بيكافئه، يعني مش بيقول له انا اسف اتاخرت عليك 3 سنين فهعوضك، لا، ده هو بيعاقبه. زي ما قال الاستاذ ابراهيم ان اللي بيتاخر في قسط طبعا بيدفع الغرامه، بتترفع عليه قضيه. احنا مش متاخرين في حاجه، فبنطلب منهم ان هم ما يتاخروش علينا في حاجه، هم متاخرين 3 سنين فكفايه يعني كده. احنا النهارده جايين والحمد لله صوتنا وصل للشركه القابضه، لان اعتقد هي دي اللي هتحرك الموضوع. طبعا رد المهندس هاني، برضه انا هعرض عليكم برضه رد المهندس رئيس الشركه القابضه للتشغيل والتعمير. هو راجل رد في بعض النقاط المعينه، قال لك بالفعل في ابراج لم تنتهي بالكامل، تمام؟ وهو تعهد ان الشركه هتنهي كل الملاحظات اللي حضراتكم قلتوا عليها بانتهاء العام الجاري 2024. طيب حضرتك يا سوريم من ضمن الناس اللي قاعده وعايشه ومتعايشه في المكان، انت شايف فعلا في خطوات توحي ان الكلام ده فعلا هينتهي بنهايه العام الجاري؟ خطوات؟ لا، لحد دلوقتي مش شايفين خطوات، لحد وانا جاي لحضرتك النهارده كده اهو عدد العماله اللي في المشروع ما شفتش خطوات. عايز ازود حضرتك حاجه، انا اشتريت من شركه تابعة للشركه القابضه، اشتريتش من شركه قطاع خاص، تمام، عشان اضمن حقي. ما لجأتش لأي اتجاهات تانية، ما لجأتش لقضاء، ما لجأتش لأي حاجة، أنا لجأت للشركة القابضة عن طريق حضرتك دلوقتي بستغيث بيهم. تمام. لحد النهاردة ما فيش أي تطور في المشروع للأسف. احنا بقالنا سنة ونص المشروع زي ما هو حرفيا حرفيا حرفيا. تمام. لا جديد. لا جديد سنة ونص. تمام. أستاذ أحمد. اتفضل. حضرتك شايف ممكن نعالج كل المواضيع ازاي؟ لا، هي الفكره احنا نعالج المواضيع دي، الموضوع في ايد الشركه المنفذه للمشروع ان هي تخلص. يعني الشركه المنفذه للمشروع محققه ارباح السنه اللي فاتت 1.4 مليار. مليار. طيب الشركه محققه ارباح، طيب الارباح دي تروح فين؟ خلصوا المشروع. يعني احنا دلوقتي في البرج مثلا كمثال، البرج اللي انا مقيم فيه بقالي سنه، الاسانسير ما اتعملش، ما فيش اي حاجه اتعملت في الاسانسير. الفتحات بتاع ابواب الاسانسير، يعني انا ساكن في الدور السادس وعندي اطفال، الفتحه بتاعه باب الاسانسير مسدوده بخشب. لما انا كلمت الشركه وقلت لهم انا دلوقتي هسكن وعندي اطفال، طب طفل زي عندي طفل ولد 6 سنين، قلت لهم طفل ده ممكن يقع في بير الاسانسير، فايه اللي اتعمل؟ اتصلوا على الموقع طلعوا سدوا الفتحات ديت بخشب. والصور موجوده طبعا في القناه هنا. طبعا فضلنا سنه على قصه الخشب دي، لسه يا دوبك بس امبارح بنوها كده بارتفاع متر،
حتى التأمين اللي هم بيعملوه ده مش تأمين، يعني احنا هنفضل مستنيين لغايه ما طفل يقع في بير اسانسير، لا طبعا بعد كده نبتدي نقول ده في كارثه في المكان الفلاني، الحق ده ما اتعملش ليه؟ مظبوط كلامك. فاحنا دلوقتي بقى لنا سنه، ابسط حاجه اسانسير ما اتعملش، هيتعمل في 3 شهور؟ يعني الشركه دلوقتي بتقول احنا هنخلص في مع نهايه العام. تمام. طيب ده بيتكلموا ان هم هيخلصوا الابراج كلها. رد الشركه ان هم هيخلصوا الابراج كلها. طب انا يعني اتحدى اي حد ان الاسانسير ده هيخلص في 3 شهور. يعني بما انكم قاعدين هناك انتوا شايفين الوضع لا يمكن ينتهي في طبعاً الموعد اللي هو اتحدد. اكيد الكلام ده احنا بقى لنا سنه زي ما الدكتور هاني قال بناخد وعود من الشركه 3 شهور، 3 شهور يعدوا ناخد 3 شهور تاني، 3 شهور يعدوا ناخد 3 شهور تاني، وهكذا 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور، وما فيش حاجه. يعني مش موضوع ما فيش حاجه بتتعمل، الحاجه اللي بتتعمل ما تذكرش بس بتباطؤ جدا. الحاجه اللي جداً. الانجاز اللي بيتم ما يذكرش بالنسبه لحجم المشروع. اه طبعا يعني انت حضرتك شايف ان حجم الاعمال اللي بتتم مش مناسب خالص، شديد جدا. تمام. ما يتناسبش مع المواعيد اللي هم مدينا لنا. شركه الطرق، شركه الطرق شغاله في الطرق في المشروع دلوقتي بقالها، يعني انا دلوقتي بقالي سنه، هم ابتدوا شغل مثلا بعد ما انا سكنت بشهرين ولا حاجه، بقى داخلين دلوقتي على 10 شهور شغالين في الطرق، ولسه ما فيش جديد يذكر يعني. تمام. طب دكتور هاني، بالنسبه للشركه بتقول ان في 188 وحده هي عندها استعداد تعمل استبدال وما تدفعش الملاك اي جنيه مقابل الاستبدال دوت. انا جانا او عرفنا من مصادرنا ان فعلا في بعض الملاك راحوا تعاقدوا فعلا على الاستبدال دوت، فهل الكلام ده برضه حقيقي؟ عايزين نعرف حقيقته منك. لا فعلا الشركه عرضت الاستبدال، وزي ما قلت لحضرتك من شويه هم بيشترطوا على الناس مساحه اكبر مش بنفس المميزات بتاعه الوحده بتاعتهم، بيشترط ان مالك الوحده يدفع كاش. وانا بقول لحضرتك احنا ما عندناش مشكله في الاستبدال للناس، حضرتك في ناس معاد استلامها 23 العماره لحد دلوقتي على الارض ما فيش حاجه طلعت، مع ان الشركه في مشاريع تانية المشاريع كامله وخلصانه ولاندسكيب ومساحات خضراء واسانسيرات، الشركه مش متعسره ماليا خالص. تمام. فايه سبب التاخير؟ هل هو اهمال للمشروع؟ فاحنا ده السؤال. طيب الناس اللي عمارتها ما طلعتش، انت كده بتعاقبها زي ما قلت لحضرتك من شويه، انت كده سياسه الاستبدال دي انت بتعاقب الناس، انت بتقول له هات مبلغ وقدره كاش عشان اديك وحده غيرها. لا، انت لو عايز انت تديله وحده بنفس المواصفات بنفس المساحه، لكن لا، الناس لما بتروح الشركه وبتقدم طلب الاستبدال بيتعرض عليه 7-8 وحدات بس، مش 188 وحده زي ما هم قايلين، وبشروط معينه وبمواصفات معينه يعني الوحدات اللي هي شايفين يعني وحدات وشروط تعجيزيه ان انت ما تستبدلش. بدايه المشروع كانت نسبه المبيعات عاليه جدا. تمام. بدايه المشروع في 2018 لان الشركه ليها سمعه وسمعتها كويسه كانت نسبه المبيعات عاليه جدا. النهارده ما فيش مبيعات. تمام. النهارده الشركه بتعرض وحدات ما حدش بيشتري. ليه؟ لان الوضع العام مش مؤهل للسكن. ما زي ما قلت لحضرتك احنا مش جايين نطالب برفاهيات وكاميرات مراقبه وبوابات، لا بس الحاجه اللي طالب بنعيش بطريق. انا جاي طالب بطريق، جاي طالب باناره، جاي طالب باسانسير، جاي طالب بتيار كهربائي منتظم ما يحرقليش الاجهزه، جاي طالب بميه لما الميه تقطع تيجي في عوامات تشتغل مش تغرق لي العماره، وهكذا. انا بطالب بابسط حقوق، انا بطالب بحاجه موجودة في أبسط بيت مصري. يعني أنا مش بتكلم مثلا في رفاهيات كومباوند أو حاجة، لا ده أنا وحق إن أنا أطلب أكتر من كده، لأن شروط العقد وبنود الاستلام في العقد إن أنا أستلم بمواصفات معينة. طب أستاذ إبراهيم، بما إن الشركة تأخرت في موعد التسليم ما استلمتوش الوحدات بتاعتكم بالمواصفات اللي هي عرضت عليكم ولا بالعروض التسويقية والبيعية اللي هي طرحتها عليكم، في حد من الملاك فكر انه يرجع على الشركه في التقاضي او في اجراء قانوني او بحيث ان هو يحرك الموضوع شويه؟ والله احنا على مدار سنه ونص بنقعد مع الشركه بنتكلم معاهم بنتحايل عليهم، يعني بمعنى بنتحايل عليهم، يا جماعه بعد اذنكم حطوا نفسكم مكاننا، حطوا اسركم مكاننا، ينزلوا معانا المشروع ويبصوا، ويبقى هيعيط وهو واقف جنب حضرتك من اللي هو شايفه والمعاناه اللي انت شايفها، بيبقى متاثر جدا. لكن على ارض الواقع في شقوق ما فيش شغل خالص، مفيش اي حاجه بتتعمل للاسف. تمام. استاذ احمد، حضرتك شايف ان فعلا لو في امكانيه للاستبدال اللي قال عليها الدكتور هاني من غير اي اعباء ماليه، عندكم استعداد لكده ولا لا؟ بالنسبه للناس اللي لسه ما استلمتش ولسه البرج بتاعهم لسه ما اتبناش، طبيعي ان هو لو هيتعرض عليه وحده بديله للوحده بتاعته ان هو يرحب.
بس زي ما الدكتور قال ممكن انا دلوقتي عندي وحده مثلا 150 متر فيتعرض عليا وحده 190 متر او مثلا 200 متر، يبقى في فرق هنا 50 متر. طب 50 متر دول في سعر النهارده مثلا بنتكلم في 30,000 33,000، الفرق المبلغ ده مطالب ان هو العميل يدفعه كاش. فطبعا اي حد عنده وحده لو اتعرض عليه، هو الشركه دلوقتي بتتكلم في 188 وحده جاهزه للاستبدال. تمام، بس شروط الاستبدال ايه؟ يعني هي الشركه ذكرت ان في 188 وحده جاهزه للعملاء اللي هم عايزين يستبدلوا. تمام. طيب بكل بساطه انا كعميل، يعني اي عميل عنده وحده وعايز يستبدلها، لو لقى المواصفات او المساحه بتاعه الوحده بتاعته بنفس الشروط اللي هو اشترى بيها، طبيعي ومنطقي ان هو مش هيرفض. بالظبط. لكن المعروض بيبقى حاجات، يعني الشركه هنا ذاكره 188 وحده، ممكن اللي عايز يستبدل بيعرضوا عليه عدد محدود، بتبقى المساحه مساحه اكبر من المساحه بتاعته، فبالتالي عايز يدفع فرق سعر الامتار الزياده. طيب عشان يدفع فرق السعر امتار الزياده ده مطالب منه ان هو يدفعه كاش. طب لو هيقسطه زي ما قال الدكتور هاني. طب لو هياجله، لو عايز مثلا يقسطه، لا بيزودوا عليه فايده، يبقى هنا بيشتري بسعر النهارده، ولو عايز يقسط ده بيضيف عليه فايده كمان. فده طيب احنا بنوجه رساله للبشمهندس رئيس الشركه القابضه للتشغيل والتعمير. يا باشمهندس، الناس ديت بتعاني من بعض الاهمال في تسليم الوحدات بتاعتهم، ابواب المصاعد غير موجوده، خزانات المياه بتعوم طبعا فوق الاسطح، الاسطح كلها بتبوظ، البضاعه اللي بتتجاب بتيجي وتتركن لمده طويله جدا وتكون معرضه يا اما للاهمال او للسرقه. فاحنا طبعا من خلال شاشتنا هنا اتش بي سي زي ما عودناكم دايما بنطالب، بنبقى وصل حلقه الوصل ما بين المسؤول وما بين المواطنين. فاحنا بنحاول ان احنا نوصل لايجاد حلول لمشاكل الناس دي كلها. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله باذن الله تكون الحلقه سبب في حل مشاكل الملاك دول، وبنحييكم وبنشكركم لحسن المتابعه. شكرا جزيلا.